خد ايطاليا وعندنا رانديفو ديال الطبيب الاربعه. تفاجئنا دابا عندنا طياره اليوم في الليل، تفاجئنا قال لك ما كاينش راح حالات الليله في الليل. اشنو غادي يديروا معنا حنا دابا؟ وبالخاصة انا اللي مريضه وعندي الطبيب، عندي الرانديفو، كيفاش غادي ندير فيه؟ حنا هادشي لا كاين شي حاجه اللي كضر المغاربه وكضرنا متفقين معاهم، ولكن يعطيونا يعلمونا من قبل باش نديروا الاحتياط ديالنا. 4 الصباح خاصنا نكونوا في المطار باش السبعه نشدوا الطياره ديال السبعه اللي كتخرج مع السبعه، وصلوا لطورينو مع العشره. ودابا داروا معنا قال لك ما كاينش. دابا كلشي قال لك محبوس. وري الرانديفو بنتي تاع الطبيب والمرض ولا اله الا محمد رسول الله، الله يدير لنا ساويل تاع الخير. هادشي اللي كنطلبوا الله ينصر سيدنا، الله يزيد في عمره يدير لينا حل. راه حتى هذيك اللي دايرين دابا فات اليوم ثاني نعاودوا ثاني نديروها، ما عندك ما كاينش فلوس باش غادي نديروها. هذه دابا ثاني لبشات هذه التحليلات اللي غادي 48 ساعه ثاني لبشات، ثاني خصنا نعاودوا واحده اخرى نكونوا غاديين. راه لا يعقل هذا الشيء، راه ضرنا بزاف، حنا مضرين. الله يدير تاويل تاع الخير. هي راه غدا مع السبعه وصافي. دابا قال لك ما حتى نهار 15 قال لك جي قال لك نبدل لك البيي. هذا الشيء ما فهمتش، حتى كنتفاجئوا به ما بقينا فهمنا والو. والله الله يدير ساول ديال الخير وصافي وحق الله العظيم. هذا القرار على غفله هو قرار ارتجالي، لان كان على الاقل يعلموا الناس بطريق الاذاعه بطريق التلفازه باش تاخذ الاحتياطات ديالها، باش يجي قرار كينزل من السماء للارض. راه قرار هو مجحف حق الناس. كاين اللي عنده اقامه برا وباغي يمشي، بحال ولدنا عنده اقامه برا وخصو يمشي لعند ولادو تما، اذا كاش غيدير حاصل هنايا؟ اذا هذه المسائل خصو يفكر فيها الواحد قبل، يدير واحد اسبوع يعلموا الناس، وديك الساعه الناس كتاخذ الاجراءات. ماشي بحال دابا هو الانسان معول غادي يمشي تصدق حاصل بارك، كاين اللي غادي يمشي اليوم، كاين اللي غادي يمشي غدا، كاين اللي وتيقولوا بان هذا الحظر هذا الجديد غيبقى واقيلا شي 15 يوم. من يدري اش غيوقع من بعد. نشوفوا الحل اللي غيديروا هاد لاجونس معنا بعدا. انا مقطع معاهم لالي وروتور، الروتور عنده قريب، ولكن ملي جا هذا الخبر خص الانسان يدير احتياطات على الاقل يعرف هادشي. نتمنى ما تكونش مده طويله. ايوا جابته الوقت، راه كاين اللي مسكين من البارح هو هنايا. الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي. نتمنى يكون الخير. بالنسبه للناس دابا اون ايو دابا بوكو دوموند البارح، حيت ايلزون سيسبوندي لي فول بدون سابق انذار. في نهار واحد كيقول لك فوالا راه لي فول غيتسدوا في لو 29، اش عندك ديال عباد الله؟ كاينين الناس كنقول لك قطعت ليهم باقيين طايرين في السماء ما فراسهمش الخبار، مع وصلوا كيلقاو لي فول سيسبوندي كيقول لك خويا راه ما غنبقاو في لايغوبوغ، عاود قطع علينا بغينا نرجعوا. كيفاش غيديروا؟ نورمالمون خاص او موان قبل ما يديروا واحد القرار يخليو بعدا او موان اون سومين الناس وين تبقى لي بي. علاش بحال هكا؟ دابا بحال مثلا سوا ديزون بغينا ناخذوا باغ اكزومبل مثلا اسطنبول كازا مثلا، هاد لو فول هذا عليه لا بريسيون بزاف، الناس يمشيو لتركيا بزاف. كيف دابا لي فول ديال العربيه، هاد لو فول كانوا دايرينو مع 17 ودابا رجعوا 20 كيلك، و البخي طالع تقريبا لشي 7000 درهم 6000 درهم وشي حاجه. علاش؟ بوغ ان لي سامبل، علاش زعما هادشي؟ علاش زعما فريمون زعما اون هاد دابا من هادشي كامل يحلو عاوتاني وعاود يسدو يخليو لي فول كيف ما هما، ولا بغاو يسدو لي فول او موان يخليو سيمانه ديال الناس يقدروا فين يوجدوا راسهم.